انا في منتصف سبعة ادعيت ان انا اختطفوني بناس الشروق وعملوا معي لغة، ادعيت ان انا اختطفوني وانا اصلا ما اختطفوني. انا طلعت لي مشكلة، طلعت من بيتنا يعني في مشكلة اجتماعية، ووصفوا لي شيخ في الدويم، مشيت على اساس الشيخ ده، وطبعا طلعت من غير علم زوجي ومن غير علم ناس بيتنا. ولما وصلت ما جاي للدويم طبعا بعيدة، لما وصلت الدويم لقيت الساعة 3:30، ما وصلت، واهلي كانوا في اللحظة دي بيضربوا لي، اهلي وزوجي واخواتي وانا مصمتة التلفون يعني ما دايرة ارد، على اساس اني انا خايفة يعني، على اساس الخوف ده. لما وصلت الدوام لقيت الساعة 3:30، لقيت الزمن ما حيزعفني اني انا طاني ارجع، وما كلمت زوجي وما كلمت ناس بيتنا، وخفت انت جدحت تلفوني. جاتني الفكرة بتاعت الاختطاف، يعني ان انا اقول انا اختطفوني، لانه الزمن ده كان فيه القصة بتاعت اديبة وكده. ناس بيتنا على الاساس داك نشروا في الفيس انه فقدوني، وزوجي برضو نشر، زوجي طبيب في الابيض. لما جو اهلي هناك في الدويم ساقوني، جابوني هنا شرطة وعملوا جميع الفحوصات، لقوا ما في اي نسبة بتاعت مخدر حق الاختطاف ولا الاغتصاب ولا الحياة دي، يعني الفحوصات كلها طلعت نظيفة الحمد لله. انا بجدد احتذاري، بجدد احتذاري، يعني الموضوع كان بسيط انا براي كبرته، يعني بقى الموضوع بقى كبير، بشكر ناس بيتنا يعني، وبحتذر ليهم انه يعني انا قلقت بيهم، المفروض الحاجة دي ما تحصل، وبشكر ناس الشرطة يعني ما قصروا معاي، وقفوا معاي وساعدوني. وأنا يعني بدي نصيحة لربات المنازل والأمهات، إنه يعني الزول لو دار يطلع من البيت يطلع برضا أهله، لو الواحدة متزوجة برضا زوجها. وأتمنى يعني الحاجة دي إن شاء الله تاني ما تتكرر. جزاكم الله خير.